عادل سالم لما ما تيجوا تبصوا نبص بس. حضرتك اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اجدع ناس يا باشا، اجدع ناس زملكاوي. مش ايوه زملكاوي، في حاجه ولا ايه؟ ولا في حاجه، ولا في حاجه خالص. ايه يا عم خد هنا، انت رايح في ايه؟ طب فهمني، انا عايز اعرف امشي ازاي. قوم انت واحد اندهوله. انت راجل شران يا اخي. شران ازاي يعني؟ وانا امشي ازاي كده؟ ما تفهمني. انا ابويا جزار وعيلتي كلها جزارين، في ايه؟ احنا يا عم مالناش دعوه، ما نعرفوش يعني. شراني. طيب احنا، طب ازاي يعني احنا عايز اعرف ازاي. انا مال انا؟ طيب ازاي يعني؟ انا مال انا؟ طيب يعني عايز اروح ازاي؟ امشي ازاي؟ ما تكلمني يا عم، قول لي في مش خافس امك هقعد عليك يا عم. معرفوش. امال ايه؟ امال ايه؟ انا معرفوش. امال ايه هتصح؟ انا معرفوش. امال ايه؟ ما كسبتوني ليه كده؟ عشان قلت زملكاوي. عامل دلوقتي مفيش حاجه يا ابني، قوم اعمل اي حاجه، هات شاكوش اي حاجه. خلصني يا عم في الموضوع ده. بس هي مش كفايه بقى، دغدغتني خالص. مش انت كبير الليله دي؟ انا ما عنديش ذنب. انا بقول لك ازاي يعني؟ انا بقول لك راجل شران. راجل شران ازاي يعني؟ يا عم بقول لك انا عايز اعرف شران ازاي. هتخليني ماشي كده على طول يعني؟ طب انا مالي؟ ما تدور ماشي ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت كبير وكلهم عارفهم. لا انا مش كبير. لا انا عندي احساس ان انت عارفه. كبيرهم يا عم. عارفه. انا ما اعرفش حاجه. ازاي يعني؟ انا بقول لك ما اعرفش حاجه. ازاي ما تعرفش؟ انا عارف انت معاك المفتاح. في ايه؟ في ايه؟ واحد ربطني وماشي وهو ده عارف ان فين معاه مفتاح. يا جابر قوم، انا صاحب الحاجه دي كلها. انا ساعدك. قوم انا ساعدك اهو. الحمد لله. ده انت وحش الوحوش. انت عايز افهم بس، تعرف تحكي لي حكايه من الاول؟ قول لي ايه اللي حصل. انا جيت لمعت الجزمه منه. انت جيت ايه؟ جيت لمعت الجزمه لقيته فاضي. ايه؟ فبقول له انا زمالك. بيقول لي انت بتشجع ايه؟ بقول له بشجع الزمالك. ليه؟ ليه ايه يعني؟ ليه تقول له كده؟ ليه يعني؟ عايز اعرف. ما هو انت هتعرف. الله، يعني انت ما حسيتش ان هو اهلاوي؟ ما اعرفش ليه، هو كاتب على ظهره. بص هقول لك على كلمه باختصار. ايوه. خالي وخالتك وتفرجوا الخلايا. ايه خالي وخالتك وتفرجوا حاجات دي؟ في فرح. واد غلبان ودماغه طاقه على نفسه يا عم. ما علينا ما رجلينا دي، نعمل ايه؟ هقول لك على كلمه، نحل الموضوع. خد الصندوق ب 500 جنيه بالبضاعه اللي فيه. ليه اعمله ايه؟ احطه عندنا في المطبخ، احنا جزارين يا عم. طب انا اجيب مفتاح منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اخدك على العربيه نص نجلي ونروح عند ميكانيكي. ليه بقر انا هتوديها وتفسحها ولا ايه؟ وديتني للسباك والنجار ونقاش، ولا وديتني هنا ولا ايه؟ عمال تفسحني يمين وشمال وخلاص. طب انا بقول لك اشتري الصندوق. فيه ايه؟ اشتري ايه بس وزفت ايه؟ انا عايز اخرج من هنا وخلاص. خلاص هعمل لك حل جميل. ماشي وريني الحل ده. اخرج معاك ايه؟ وريني رجلك. اهو ارفع رجلك، ارفع رجلك. ده خف جمل، ده مش رجل يا راجل. اه اديني ايه فتحتها لك اهي. سيبني كده قاعد من الصبح وقاعد ومربوط في رجلي ومعاك المفتاح يا اخي. ايه ده يا ابني؟ خلاص. طب بص بص بص. ايه ده يا اخي؟ هفهمك هفهمك. امال ايه؟ طب فهمني. هفهمك. ايه؟ بشكركم بشكركم، شكرا شكرا وميرسي خالص. النهارده بطل الفقره دي الاستاذ محمد عثمان. تعالوا بقى نبص على محمد عثمان. نبص بس نبص بس نبص بس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده حته الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي. زملكاوي. انت يا عم، هو فين صاحبك يا عم؟ انت يا عم انت قلت له حاجه تزعله يا عم؟ ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي. اتفاجئت، بقول له زملكاوي اتفاجئت، راح كلبشني كده. يا ابني صرفوا يا ابني، اعملوا اي حاجه. اتصرف ازاي احنا ما نعرفش؟ السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على التروسيكل. يلا ايه ده يا عم؟ انت ايه ده؟ شوف يا عم انت، الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطني. انت بهدلت الصندوق كده ليه؟ يا عم بهدلت الراجل اللي كان يعني قاعد هنا. يعني الصندوق ده انت عارف ثمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي ومال ثمنه؟ هديك ثمنه بس اتصرف فكني. وانت قاعد ليه كده؟
قوم قوم يا ابني، اسندك اهو، اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا عم؟ ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم، صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه. ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. يا عم صحيه يا عم. ما انتش فاهم، هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكو؟ هو زفت سعفان ده ولا نحسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نحسان. نحسان نحسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي. يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسر وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه دي مش فلوس. هعمل بيه الصندوق ده؟ لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس اسرح بصندوق. حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ صرف وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت... عمل الحكايه دي 3 4 مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبه لك. انا مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك فيه. انت اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله. كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل ملك. يا خبر ابيض. بالصندوق. بالصندوق يا محمد يا عثمان يا مفتري. لو كنت اتصور انك تعمل كده على فكره. اسف. ايه بقى؟ ما خلصت بقى، بوظت الدنيا. عموما سعداء بيكو وكنا نتمنى نقعد وقت اطول، لكن باذن الله نتقابل بكره. كابتن بصي بس هنصور.